نسيت اقول لك الحاجه مهمه قوي. عايزك تفهميني انت حبيتي هنا بس واحده 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 واحده. ها عزيزو يلا الناس هتعرف ان انا جايب واحده. يلا افتح يلا. ايوه معتز حاضر. انت بتربس ليه؟ ها؟ مفيش كنت باكي نام زميلتي في المكتب صاحبي بس انا برضه هلحقه. زي ما فهمتك ها؟ انا هخش اخد دش على السريع. ها؟ هخش اخد دش معاك. اخش دش ايه؟ ما انا لازم اخش اخد دش معاك دلوقتي. يلا 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 يلا. انت طارق؟ انا حبيت عندك النهارده. اهلا وسهلا. ليه؟ يا باكي يا باكنجهام ايه انت يا ستي اللي جايه على بيت؟ يا نسا انت حبيتي هنا فعلا؟ ايه في ايه؟ لا مفيش حاجه بس انا قلت اشوفك تفطري ايه الصبح وكده. ايه رايك البس ده؟ ايه ده؟ البس ده ولا ده احسن؟ ايه ده هيعجبك قوي الحقيقه. انت معاكي تشكيله هايله. طب ما تعملي بقى باترينه هنا للشنطه كده بحيث اللي معدي يبص على طول من غير ما تتعبي نفسك. لا لسه جاي. كفايه ابوس ايدك. الشنطه دي منفذه على الدولاب ولا ايه؟ ما قلتليش البس ايه يا ستي. البسيهم كلهم بس يا ريت القصير قدام بقى والطويل ورا. انت حبيتي هنا ليه؟ انا عارف انه سؤال مش من حقي بس يهمني اعرف الاسباب. انت ليه مش بايته في بيتكم؟ اصل نسيت مفاتيح الشقه. طب ليه ما رنتيش الباب؟ ما خبطتيش الجرس؟ ما خبطتيش جرس الباب ليه بتاعكم؟ ها خبطتيش الجرس ليه بتاعكم؟ ما هو حصل. حصل بعدين؟ اصل مامي بتروح تلعب تنس في النادي. ها. وبعدين تديها جاكوسي وسونا. سونا؟ ها. بتروح للبيت مقتوله. طب وليه ما بلغتوش البوليس؟ ها بتنام مقتوله. يعني الحقيقه اسباب مقنعه جدا. انت بتتكلم كده ليه؟ اصلا انا عندي برد بدبارح. من ايه؟ بدبارح. من ايه؟ بدبارح. انت غبيه ولا ايه؟ البرد من ايه؟ جالي من ايه؟ جالي كنت قاعد بـ 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 كنت قاعد قدام الدش وبعدين خرجت في الهواء. يا حرام. بلدي مامي. هو انتوا كنتوا تاهين من بعض ولا ايه؟ دي بتاعت التنس. انا عايز اقول لحضرتك أمال من حضرتك؟ أمال 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 مش عارف ولا ما قدامي يا بنت. مجنونة مجنونة بالحب لازم. مجنونة حبتك يدور. ما استنيتش ليه لما تغني الشريط كله؟ دشك دشك دشك. إيه بقى مكمل الأول؟ ما قلت لك يا أخي قلت لك أجي معاك. بعدين وقف. هنا كان في موزة. انت عملت ايه باكينام؟ قطعت امها. هادي. لا السفرية المرة دي طولت قوي. استحليتها انت وعشت هناك. عمدة. وجاي حامي قوي من المطار على الشغل. رايح لك يومين يا اخي بعد السفر. ومفيش وقت. عملت ايه في اللي طلبته منك يا عماد؟ سألت عنها في السجل المدني واكتشفت ان عنوانها القديم هو نفس العنوان ما تغيرش. عماد انا لازم اوصل لها. لازم اوصل لساره باي ثمن. انت فاهمني؟ هتوصل لها بس انا عاوزك تطمن نفسك بس ولا يكون عندك فكر. ها بقول لك انا اعرف واد قريبي ممكن يخلصنا من الموضوع ده فورا. ايه ظابط؟ لا ده واد شغال في شركه موبايلات ممكن عن طريقه نعرف عنوانها. هو فين ده؟ بهدوء خليك كول كده. الواد ده اصله قفل شويه وممكن يعني يحس ان احنا بنرتص ولا حاجه. سيب لي الموضوع ده خالص. اوكي يا مان. انا ركنت فين امبارح؟ ركنت فين انا امبارح؟ لو سمحت بعد اذنك ما شفتش عربيه سمراء صغيره كده؟ لا ما شفتهاش. شكرا. لو سمحت. ايوه ممكن تعديني؟ اعديك. اتفضل. ما تخافش فيش عربيه تتفضل. لا العظيم انا لله وانا اليه راجعون. انت مستخبيه. بعدين بقى في الحانه بتوحشها دي على الصبح. Shh.
ابن الكلب هتدغدغ العربيه. خلاص خليك انا هتصرف. في الشماسه الرخص هتلاقيها في الشماسه عندك. تاكس. صبحي يا وصل. ثانية واحدة. صباح الخير يا مسعد انت وصلاح. صباح الخير. رحلة سعيدة. اتفضل يا سيدي. هو الاجتماع خلص ولا ايه؟ زي ما انت شايف. طب تفتكر ممكن يعدوه من الاول؟ ما شاء الله يا استاذ. عندك كمين خصم؟ ليه بس يا استاذ خاطر؟ حضرتك ما حضرتش الاجتماع؟ جاي متاخر مش لابس اللبس اليونيفورم بتاع الشغل. امشي اتفضل. طيب ما هو يحيى لسه واصل معايا برضه. ما تجيبش السلسله على شانك. يا ريتك يا اخي زي يحيى وبتبيع خطوط زي يحيى. تعالى اتفضل. طب انا ذنبي ايه يا نجوى؟ يعني ان يحيى بيبيع خطوط وهو في خدمه العملاء. طارق يا ابني انا زي مامتك الصغيره، انت شخصيتك جميله بس كلها نقط ضعف نقط ضعف نقط ضعف. انت ما شفتش فيلم سبايدر مان؟ شفته. كان كحروت ومعفن ومرمي جنب الزباله وفجاه. ايه ده ايه ده ايه 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 بتجري ليه؟ في ايه؟ مش عارفه دايما بحب اجري في الحته دي. افتكرتك سكرانه على الصبح. امسكي ده. ايه ده؟ سيدي الاغاني اللي انت طلبتي اسجلها لك. ايه ده محرم فؤاد؟ ايوه. طيب ايه مشكله؟ انا طالبه شعبان عبد الرحيم. يا ستي محرم فؤاد من شعبان مش هتفرق، ده فرق شهرين. بيحطي عندك في الدرج شهرين يقلب شعبوله لوحده. يلا انا على مكتبي. طارق انت بلطجي، فكر ان انت بلطجي بلطجي بلطجي، انت فاهم؟ ايه يا نجوى؟ يا ليه يا نجوى؟ يا لهوي بلطجه بقى. بس انا ماليش في البلطجه قوي يعني. بلطجي بلطجي. يا سلام. صباح الخير. صباح النور. اخس نسيت ان انا في الشغل. ايوه سيتي كول مع الو. ايوه مساء الخير. ايوه اتعرف بيكي. ابتسام. اسم جميل. طب ممكن رقم تليفون؟ 506-3500. تمام. العنوان 18 شارع المنيل. المنيل. معلش تاخذنيش اصل القاف مش واضحه عندي في كلمه المنيل. الخط مقطوع كتير. الخط مقطوع فعلا. يا حرام. لا 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 ولا يهمك يا اختي ابتسام. انا عارف عارف ان انقطاع الخط عنك يعني بمثابه تجربه قاسيه عليك. اوعدك ان انا هرجع لك الخط حالا. هرجعه لك اربع مرات. ميرسي جدا جدا. اوكي ويا ريت نعتبرك صديقه البرنامج. صديقه الشركه. معلش سلام. مع السلامه. معنا اتصال تاني نقول الو. الو يا ترى بترجع كل الخطوط المقطوعه لكل الناس ولا اللي صوتهم محندق وحلو وبس؟ لا 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 لكل الناس. يعني حضرتك فاشل في خدمة العملاء وفاشل في بيع الخطوط. يحيى بعت كم خط لغاية دلوقتي من ال 500 خط اللي عليك؟ فاضل لي 20 بس حضرتك. فاضل له 20 وانت حضرتك بقى حدق. فاضل لك كم خط؟ فاضل لي خط. خط؟ ايوه. لا شيء. ايوه فاضل لي خط وابقى بدات ابيع في ال 500 خط. اسمع بقى يا خايب يا عايب. الاسبوع ده كله تنزل شيفت بالليل. فادي كول كول. مغلوب يا مان. ريكول. الو. عمده. ازيك يا حبيب؟ انا تمام الحمد لله. بقول لك في واحد صديقي عز عليا قوي طالب منك 50 خط تليفون للشركه بتاعته. ايه 50 خط؟ طب ما اجيلك على طول دلوقتي. من بعد الفجر هتلاقيني عندك. ايوه من بعد الفجر هتلاقيني عندك. لا يا عم ركز بقى بحوافزي. خليك في حوافزك انت. ايوه. ايوه ايوه لا مفيش حاجه مفيش حاجه. طيب انا انت بتشد السلك من عندك ولا ايه يا عماد؟ ماشي بكره
ربنا يرزقك بشحن رخم. سلام بقى يا عماد. ماشي بكره عدي عليك. طيب ايه؟ السلام عليكم. الثلاجه فيها ميه قلانه، جعان قوي قوي. انت ايه؟ انسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعاش يا بني ادم. انت جاي حضانه، انت تبع ايه؟ انا مش تبع حد، انا رئيس جمهوريه نفسي. وجاي بلدي تعمل ايه؟ جاي بيتي تعمل ايه؟ ده بيتي. جاي عندي ميعاد مع شباب بشر. انت بتسال اسئله غير منطقيه. على فكره انت فوق الفظيع، فوق الفظيع. وانت تحت المريب. بلا تحت المريب بلا تحت الكوبري. خد تعالى هنا يا بني ادم، يا بني ادم. انت هنا في بيتي وانا ولا هديك عود. هتضرب ولا ايه؟ بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ من غير ما تستعصم عليا، اسمي بسيوني مراد الحيوان. كمل. كمل ايه؟ ما الاسم خلص. ايه نوع الحيوان؟ الله الله الله، انت بتقل ادب. انت هتضرب ولا ايه؟ كويس بقى ان انا ما غيرتش هدومي. ها ده انت هتاكل علقه. 26,000 موظف. بيسو حبيب قلبي، معلش اتاخرت عليك. الله معتز. ازي حالك؟ جبت الحشيش؟ اه جبت الحشيش. امال ايه؟ عيب عيب. حشيش حشيش يعني مش اي حاجه. بص دي اللي انا بشرب منها، ودي برضك اللي انا جبتها لك برضك بشرب منها. اسمها ايه دي؟ ترابورا. ايه؟ ترابورا افغاني. سجاير ماشي، كانشا ماشي، غرقانه ماشي، ما تشربش برضك ماشي. يلا يا جدعان. مين ده؟ ما اعرفش، واحد لقيته في البيت ملوش لازمه. لوك 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 لوك. وانا ضغطي عالي. مش وين؟ كم كان؟ واحد واحد. يلا يا جدعان، مش كل مره تكسفونا. ماله ده؟ ده ما علي بيشجع. ايه ده؟ ده بيرجع. صاحبي. ايوه بس مش صاحبي. ايه حبيبي؟ معلش خلاص يا عم بقى، ما قلت لك انا متاسف. قال لك اسف 100 مره بقى، خلاص بقى. ولو برضه يا معتز انا اتهنت. واقول لك ايه، بعد كده لما تحب تشتري حشيش ما تجيبش الاشكال دي عند البيت تاني. ماشي؟ تشتري حشيش يبقى روح اشتري من المحل. حازم. ده جون فينا يعني؟ في مصر؟ اه بس لينا. انت بتشجع ايه؟ واحد مصري هيشجع ايه؟ نيجيريا. نيجيريا يا ابني. قلت لك، انا قلت لك اللي سامحه هو ابصر ايه وما ادري ايه. بتوقع صاحبي؟ هو فين صاحبك ده؟ 14 اكتوبر. يا فوق الفظيع، محدش سمع لك صوت ليه؟ ايه بتشجع؟ بترجع؟ رد على صاحب عدل. انا متشكر يا وز عشان انت خدت لي بطاري وربطته. سمعتش حلو قوي. النتيجه كام؟ 2-1. ومين اللي بيلعب؟ مصر ونيجيريا. احنا السود. ها عاليه جدا بدنيا فنيا، سجل هدفين، تقدمت اسكتلندا وتعادلت ايطاليا في الشوط الثاني من خلال الظهير اللي امام حضراتكم جروسو من ركنيه فيها متابعه كانت رائعه. يرفع المنتخب الايطالي رصيده من النقاط في المجموعه الخامسه الى نقطه رقم